يجي بقى نتكلم عن طبق الفول، حاجة أساسية كده عندنا هدير على الفطار بشكل عام في الأيام العادية، وفي رمضان بيكون فيه اهتمام كبير جدا بطبق الفول خاصة في السحور. المصريين بيسموه مسمار البط لأنه بيقلل الشعور بالجوع خلال النهار. وبمناسبة بقى علاقة المصريين بالفول، فدي موجودة من أيام الفراعنة، في نقوش فرعونية لسه موجودة لحد دلوقتي بتوضح إزاي الفراعنة كانوا بيزرعوا الفول وكمان بيجهزوه في وجباتهم. طبق الفول المدمس هو الوجبة الرئيسية على مائدة السحور. الجميع يتفنن في تحضير طبق الفول بطريقة مختلفة ومميزة، فهو يحتوي على مصادر للبروتين والكربوهيدرات والحديد، فضلاً عن ثمنه الزهيد مقارنة بمصادر غذائية أخرى، وبالتالي فهو وجبة كل الطبقات واختيار مفضل للصائمين يعينهم على نهارهم الطويل. عرف المصريون وجبة الفول منذ آلاف السنين، ووجدت نقوش على جدران المعابد الفرعونية تكشف كيفية زراعته وتخزينه وأيضاً طرق تقديمه، إذ كان قدماء المصريين يطهونه بطريقة أشبه بالطريقة المعروفة حالياً وهي التدميس، فقد كانوا يطمرونه في الرماد الساخن بعد وضعه في إناء ضخم وسميك حتى ينضج على مهل، وأيضاً عرفوا تقشيره واستخدامه بطرق أخرى لا تزال متداولة حتى الآن. ورغم أن الفول من الأطعمة الصعبة في الامتصاص، لكنه يظل في المعدة لفترة طويلة، وهو ما يعمل على التقليل من الشعور بالجوع خلال نهار رمضان، كما يساعد كذلك على تعزيز الجسم بالطاقة اللازمة التي نحتاج إليها في نهار رمضان، ولذلك يصفه المصريون بأنه ملك وجبة السحور ولا غنى عنه كطبق أساسي.